تواجه خريجات أردنيات تحديان جديدان، الأول يتمثل بثقافة المجتمع، والثاني بطبق الحلوى التقليدي الأشهر والأقرب لمعدة الأردنيين قاطبة، الكنافة. فعلى عربة صغيرة تقوم خريجات بتقديم طبق الكنافة على السيخ في شكل جديد وخروج عن المألوف بتناولها في الصحون. أسيل عواد، أنا أحد مؤسسات مشروع كورن كورنر. طبعاً إحنا 6 خوات وجوز أختي معنا بالمشروع. إحنا عملنا مشروع بسيط اللي هو عبارة عن شوي، منشوي الكنافة على الأسياخ والذرة والكستنة والبشار، والجديد بلشنا نعمل اللي هو الشاي والقهوة. هلا هذا المشروع احنا بلشنا فيه تقريبا صرنا فيه 3 أشهر ونص، بلش من 29/10. فكرة المشروع كانت من زمان ببالنا، بس كنا خايفين نطبقها بمجتمع شرقي، فقررنا نعمل كفيديو صغير نحطه على احد مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، على موقع على جروب سيدات. فالحمد لله لما نزلنا فيديو قصير على المشروع رح نعمله شفنا ردود فعل إيجابية، واللي خلتنا نطبق المشروع من 29/10. والحمد لله يعني في وقت قصير قدرنا ننجح نجاح الحمد لله منيح وكملنا بالمشروع. هلأ بالنسبة للكنافة هي المعروف عنها اللي هي بالصحن، اللي هي طبعا احنا اكيد ما بنطلع عن العادات والتقاليد، لكن حبينا ندخل كنوع من التغيير فقط اللي احنا نعملها بطريقة أسياخ. هي عندنا احنا النوعين، عندنا الجبنة بالفستق الحلبي وعندنا النوتيلا بالبندق، هي كنوع فقط من التغيير. البطالة دفعت الخريجات لمواجهة تحدي ثقافة العيب، فقلة منهن احترفن العمل على العربة وخضن تجربة لم تخضها كثير من النساء، ووقفنا خلف المنقل وقدمنا طبقا تقليديا لكن بلمسة مختلفة. الكنافة ليست الطبق الوحيد الذي يقدمنه، حيث يقمنا بتقديم أصناف أخرى سريعة كالذرة والكستناء والبشار. تمام، هلا احنا الاشياء اللي احنا بنقدمها الكنافه الاسياخ زي ما حكينا، عندنا اللي بالجبن في السوق الحلبي بدينارين ونص، وعندنا اللي بالنوتيلا بالبندق بليرتين. كمان عندنا موضوع الذره، احنا عندنا ذره بنشويها وبنحط عليها خلطات، في اللي بتكون فقط الملح دينار، واللي بتكون بخلطات اللي هي الزبده والبابريكا والثوم والجبنه بدينار ونص. عندنا كمان الكستنه، الكستنه احنا عاملين 5 حبات بدينار، طبعا مش اي كستنه، كستنه يونانيه وكثير يعني شيء نظيف. وعندنا البوب كورن عادي البوشار، وهلأ الشاي والقهوة، وإن شاء الله قدام رح نعمل إشي أكتر إن شاء الله. وكما يستمر الانقسام حول خوض النساء تجربة امتهنها الرجال، تنقسم الآراء أيضا حول كسرهن احتكار الرجال لتصنيع أشهر الحلويات الشرقية. عرفت عن الفكرة عن طريق الإنستغرام، عاملين بيج على الإنستغرام وبتابعها، وتقريبا إلي يعني من 2 أسبوع باجي هنا، هاي ثالث أو رابع مرة بجرب الأكل عندهم، خصوصاً الكنافة كثير طيبة. في البداية أول ما جيت أنا تفاجأت إنهم بنات اللي بيبيعوا، إشي يعني شوي كان غريب على المجتمع الأردني بشكل عام، بس بنفس الوقت إشي كثير بفرح وكثير ببسط، يعني هذا مؤشر قوي على إنه المرأة الأردنية يعني بلشت تأخذ دورها طبيعي في المجتمع وبتتمكن وبتعمل يعني خلينا نحكي مصدر دخل لنفسها. تخوض الفتيات تجربة جديدة وسط آمال بتوسيع هذه التجارة وتقديم أصناف وأطباق أخرى وتقديم تجربة نسوية جديدة في مجال لم يعهد لهن خوضه.